السلام عليكم يا أبطال، معاكم زملائكم سمية من تيم أر كورس. دلوقتي بإذن الله تعالى نبدأ نتكلم على تريماتود. إن شاء الله هنتكلم دلوقتي على نوعين من التريماتود، واحدة منها جنرال تريماتود، يعني زي أي تريماتود عادية خالص، يعني فيها الصفات العادية بتاع أي تريماتود، وفي واحدة يا سيدي بالشكل ده بيكون سبيشال تريماتود، يعني لها صفات خاصة متميزة بيها سيدي عن أي تريماتود ده تاني. تمام. بإذن الله تعالى نبدأ أول حاجة نتكلم على التريماتود يا سيدي، نبدأ نفتكر مع بعض كده إيه هي صفات التريماتود العادية خالص، وبعدين هنبدأ نتكلم على الصفات المشتركة ما بين هذه التو تريماتود اللي معانا، وبعدين هنبدأ نتكلم إيه هي الحاجات المختلفة ما بينهم وبين بعضهم، وفي الآخر خالص يا سيدي هنبدأ نتكلم ونبدأ نشوف يا سيدي هل أنت فهمت ولا حفظت يا سيدي ولا لأ، فنبدأ نتكلم يا سيدي عن بعض الأسئلة بقى نبدأ نحلهم مع بعضنا كده. تمام. اول حاجه التريماتود، احنا عارفين يعني ايه تريماتود، يعني هي عباره عن دوده مفلطحه، وكنا بنقول ان هذه التريماتود سي بيكون ان هي هيرمافروتايد، يعني عندها الميل والفيميل سكس اورجانز، يعني ما عندناش يا سيدي ميل لوحده وما عندناش فيميل لوحدها. تمام. وكنا بنقول يا سيدي الايج بتاع هذه التريماتود، الطفل بتاع هذا التريماتود بيحب يلبس طواقي، يعني بتحب تكون اوبركيوليتد يا سيدي. تبقى تاني الايج بتكون ايه يا عم بقى، بيكون اوبركيوليتد. تمام. وعارفين برضو يا سيدي ان عندي اللارفا بيكون ده عندي حوالي 5 لارف ستيج، 5 ايه، 5 لارف ستيج. ماشي يا سيدي، بعد ما اتكلمنا يا سيدي وافتكرنا مع بعض كده ايه هي صفات النوع تريماتود العاديه خالص، هنبدا نتكلم يا سيدي ايه هي الحاجات المشتركه يا سيدي ما بين هذه الفشوله وهذه الشيستوزوم. مبدئيا كده الفشوله هي الجنرال تريماتود اللي معانا، يعني ان هي تريماتود الطبيعيه العاديه خالص، ولكن هذه الشيستوزوم الاس شيستوزوم بيكون سبيشال تريماتود، يعني التريماتود اللي ليها صفات خاصه. ماشي تمام. اول حاجه يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم نعرف ايه عن بقى، نعرف ان هذه كل من هذه الفشوله وكل من هذه الشيستوزوما الادلت هو بيعيش يا سيدي فين، بيعيش جوه جسم الانسان. تمام كده تمام. وان هذه كل من هذه البرازيت يا سيدي بيأثروا على الجاسترو انتستينال تراكت، يعني بيأثروا يا سيدي على الجهاز الهضمي بتاعنا بديهيا خلاص. يا عم انا اصلا بتكلم في ايه، بتكلم في مديول اسمه جي اي تي، فاكيد ان هم هيأثروا على ايه، على هذا الجاسترو انتستينال تراكت. تمام. وبرضو يا سيدي كل من هذه فشوله وشيستوزوما الانترميديت هوست، اول ما تسمع يا سيدي قول لي اتكلمنا عن هذا الانترميديت هوست على طول اكتب كلمه اسنيل. تمام. اسم الاسنيل ايه حسب هل هذه برازيت شيستوزوما وهل هذه البرازيت يا سيدي ان هو فشوله. تمام، يعني هي اهم حاجه ان هي اسنيل، اسمك ايه اسنيل انا هنتكلم عليها كمان شويه. تمام. وبرضو يا سيدي حاجه مميزه لهم هما الاثنين ان هما بيسببوا حاجه اسمها هيباتوميجالي، يعني هما الاثنين بيخلوا الليفر ينتفخ، بيخلوا الهيباتوسايت تنتفخ، يعني معنى كده يا سيدي هما الاثنين هيروحوا ياثروا على الليفر، فبالتالي لما يروحوا ياثروا على الليفر يا سيدي هيروحوا يبداوا يدمروا شويه في الليفر، فخلايا مناعيه يا سيدي مش هتسكت على كده، فبتبدا ان هي هذه الخلايا المناعيه تبدا ان هو تحارب هذه البرازيت جوه الليفر، فعشان كده بيسبب حاجه اسمها ايه هيباتوميجالي. تمام. بسم الله. هنبدأ بقى نتكلم عن ايه عام كمان، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين. هنبدأ بقى نتكلم دلوقتي يا سيدي على ان هو الحاجات بقى الفروقات ما بينهم. ماشي، مبدئيا كده يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام اشرف المرسلين، وقف الفيديو بس لو انت كنت في الاول خالص ما قرأتش دعاء المذاكرة، وقف الفيديو وابدأ اقرأه. تمام. هذه الشيستوزوما يا سيدي، الشيستوزوما عشان نسكمها مع بعض كده يا سيدي ونسهلها نفتكر على طول الشيستوزوما، نفتكر ان هو سوشي، السوشي ده ايه؟ السوشي ده اكلة بحرية، فبالتالي ان هذه الشيستوزوما موجودة في البحر. تمام كده؟ تمام. بينما هذه الفشولة اصلا سميت بهذا الاسم لانها شبه ورقة الشجر، فبالتالي ان هذه الفشولة موجودة على ورق الشجر، ورق الشجر بما فيها يعني خضروات، يعني كده يا سيدي سكمنا ان هذه الفشولة موجودة فين؟ موجودة على ورقة الشجر. تمام يا سيدي، بسم الله. بيقولك يا عم دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين، احنا لسه قايلين من شوية ان هذه الفشولة هي جنرال تريماتود، يعني عندها صفات اي تريماتود عادية، يعني اول حاجة ان هي هيرمافروتايد، يعني ما عندهاش فيميل وما عندهاش هذا ميل. ماشي يا سيدي. بيقولك يا عم بقى انت لسه قايل من شوية ان هذه الفشولة سميت بهذا الاسم لانها شبه ورقة الشجر، طب ازاي؟ بيقولك ان هذه مثلا وليكن تخيل معايا دي كده اكنها ورقة الشجر سيب الشكل ده، ماشي كده، دي كده ايه ورقه الشجر معايا، هذه ورقه الشجر اسم الشكل ده ليها ايه، ليها ايبكس اللي هو بنسميها سيفاليك كور، تبقى انا عندي بنسميها ايه سيفاليك كور، وعندها حاجه اسمها شولدر ابييرنس. تاني الفشوله اللي شبه ورقه الشجر شكلها ازاي، اول حاجه عندها يا سيدي ان هو شبه ورقه الشجر، عندها حاجه اسمها سيفاليك كون، وهذا السيفاليك كون يا سيدي مميز حوالي كده بشولدر، عندها اكتاف يا سيدي. تمام كده تمام، افتكر على طول شكل ورقه الشجر ازاي هتفتكر على طول هذه الفشوله. ماشي تمام. بينما يا سيدي الشيستوزوما الادلت بتاعتها احنا قلنا ان سبيشال
يعني ايه سبيشال؟ يعني ان هي في حاجه مميزه. ايه المميز فيها؟ ان هي اس كمان. ان هي عباره عن ايه؟ قال لك ان هي عباره عن سيبريت سكس. ما نسيت اقول لك في الاول يا سيدي ان هذه الشيزوزوم بتتميز ب6 اس سي. تاني، ان هذه الشيزوزوم بتتميز ب6 اكس 6 كده يا سيدي، من هذه ايه بقى، من هذه اللي هو الشيزوزوم سي. تمام كده، تمام. اول اسم معانا ان هي سبيشال، سبيشال تريماتو. تمام. تاني اسم معانا ان هي سيبرت في السكس، يعني عندي ميل لوحده وعندي فيميل لوحده. وطبعا عارفين ان اي بارازيت في الدنيا ان هي بيكون الفيميل بيكون اكبر من الميل. وبيقول لك يا سيدي ان هذه الشيزوزوم متميزه يا سيدي ان الميل يا سيدي بيقوم يلف حوالين الميل، بياخد الفيميل جواه علشان يعمل بقى اللي هو تزاوج وما الى ذلك. تمام يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي نتكلم عن الايج. بيقول لك الايج سي بتاع هذه الفشوله زي اي سي تريماتود عاديه، بيكون عندها طاقيه، بيكون اوبركيوليتد، شكلها اوفل في الشيب، وتحتوي على اماتيور لارفا. تاني مهمه جدا والدكتوره اكدت عليا ان جواها اماتيور لارفا، ما اماتيور لارفا ماشي يا سيم. بينما هذه الشيستوزوم بتحتوي ايه عم بقى، بتحتوي جواها على ماتيور لارفا، ماتيور لارفا الضخم ماشي. بس مميزه برضو بحاجه كمان، ما هي سبيشال بتتميز بايه عم بقى، بتتميز ان هي عندها سباين. السباين ده موجود لاترال، يعني مثلا هذه البيضه بتاعتها ايه، قال لك في عندي سباين كده سيب بتكمل كده، لاترال سباين، لاترال سباين. تمام. تبقى اول اس معانا سبيشال، تاني اس معانا ان هي سيبريتد، تالت اس معانا سي ان هي عندها سباين. ماشي يا سيم. نبدا نتكلم عن ايه، نبدا نتكلم عن هذه اللارفه. احنا عارفين دلوقتي يا سيدي ان هذه الجينرال تريماتود اللي هي الفشوله عندها 5 لارفا ستيج. هنتكلم دلوقتي عن مين، على هذا الانترميديت هوست بتاعها اللي هي اخر لارفا ستيج بتاعتها اللي هي مين، انسيستد ميتاسيركاي. بيقول لك بص يا سيدي، مش احنا سائلين من شويه ان عندي حاجه اسمها انترميديت هوست، وهذا الانترميديت هوست اتفقنا ان هو بيكون اسنيل الاقوى. بيقول لك يا سيدي هذه الفشوله بتخرج من هذا الاسنيل اللي هو انترميديت هوست في صوره حاجه اسمها سيركاي. تمام. فبيقول لك ان السركاري دي مش بتحب يا سيدي اللي هو ايه بتنها كده يا عم. قال لك ان هذه السركاري لسه قايلين من شويه ان هي المفروض تعيش على ورق الشجر، وورق الشجر معرض للهواء، معرض للاتربه، فممكن تترمى على الارض سي، فلازم تحافظ على نفسها. تحافظ على نفسها ازاي؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي اول حاجه هشيل هذا التيل. تمام. تمام. تاني حاجه يا سيدي، بعد ما شلت التيل احاول نفسي بسيس احمي نفسي من الظروف البيئيه اللي حواليا. فبالتالي سميناه ايه؟ انسيستد من السركاري. ليه سميناه انسيستد؟ انسيست لان حوطناها بسيست. ليه؟ علشان هي موجوده على ورق الشجر، ورق الشجر ده معرض لظروف بيئيه، ظروف بيئيه يا سيدي ممكن تتغير، فعشان احمي نفسي لازم احوط نفسي بسيست. تمام. تمام. في عندي اسماء تانية من هذه اللارفا ستيج مش مهم او مش هتيجي في الامتحان النظري يا سيدي. ماشي. بينما بقى ان هذه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم تاني ماشي، بينما هذه يا سيدي ان هو الشيزوزوما، قال لك ان هو هذا الانترميديت هوست بتاعها بيكون اسمه ايه، فيكرو سرقه سيركاريه. انا عاوز اسكمها يا سيدي. بص يا سيدي، بس احنا لسه مستكمين من شويه ان هذا الشيزوزوم اسمها سوشي، سوشي صح كده، ان هو اكل السوشي. فبقول لك تفكر اكل سوشي، بنسميها فيكرو سيركا سيركاي. انت دلوقتي لما تفكر تاكل سوشي بيسيب هذه الشيزوزوم ماشي، تبقى فيكرو سيركا سيركاي يا سيدي. تمام. بيقول لك يا عم انت دلوقتي قلت لي ان هي سبيشال تريماتود، طب ايه المميز؟ لازم يكون في كل ستيج منها حاجه مميزه. يعني قلنا ستيج في الادلت ستيج قلنا ان هي سيبريتد في السكس، ده مميز. قلنا في الايج سيدي ان هي عندها سباين، ده برضه مميز. لازم تقول لي في اللارفا حاجه مميزه سي. بيقول لك ان اللارفا سي بتاعتها دي بتتميز ان هي عندها حاجه اسمها سيبريتد تيل. رابع اس معانا، رابع اس معانا ان هي سيبريتد في التيل. بيقول لك ان السيركاريا سي ان هي فيكرو سيركس. بيقول لك التيل بتاعها مش بينزل كده وخلاص، قال لك لا سي، التيل بتاعها سي بيبدا ان هو ينقسم بشكل كده، عامل شبه الشوكه، عامل شبه الشوكه سي، عامل ايه، منقسم سي، بنسميها سيبريتد تيل او بنسميها بايفركتد تيل او بنسميها فوركتيل ماشي. تمام. نبدا نتكلم عن هذا ديفينيتيف فوز ده. مبدئيا كده ان هذه اللي هو عباره عن الفشوله او مثلا هذه الشيزوزوم هم الاثنين الانسان هم هو عباره عن هذا الديفينيتيف فوستاسي ماشي. تمام. بيقول لك بقى عن بقى عندي سائل من شويه ان هذه الفشوله موجوده على ورق الشجر، ممكن ورق الشجر ده ممكن ياخده اي حيوان، ما عندي يعني حيوان اكل العشب ممكن ياخده، فعلشان كده يا سيدي ان هذه الفشوله برضو من يعتبر من هذا الديفينيتيف فوستاسي دي حاجه اسمها ايه، هيربوفيروس، هيربوفيروس ايه، هيربوفورس، هيربوفورس او هيربوفورس سيدي انيمال، يعني حيوانات اكلت العشب. تمام. تمام. انا افتكرت ازاي، افتكرت ان هي اسمها فشوله يعني شبه ورقه الشجر. تمام. تمام. بينما بقى انا عندي يا سيدي الرودنتس اللي هو القوارض والقرود، دي برضو من تعتبر يا سيدي من هذه الديفينيتيف فوست بالنسبه للشيزوزوم. نيجي بقى ناخد الهابيتات. مبدئيا كده يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه الفشوله بتحب مين؟ بتحب الليفر اكتر حاجه، بتحب تعيش انهي حته بالظبط يا سيدي؟ بتحب تعيش في هذا البايل داكت، بتحب تعيش في
البايل سيستم عموما يا سيدي، تبقى تحب تعيش فين؟ في البايل ضغط يا سيدي. اوكي تمام. بينما هذه الشيستوزومه قال لك لا انا بحب الانتستين، انا حته في الانتستين بالظبط، قال لك الفيسلز بتاع الانتستين انهاني حته بالظبط يا سيدي، الانفيرو ميسنتريك فينس بلكسس، الانفيرو ميسنتري فينس بلكسس يا سيدي بتحب تعيش فيها. تمام. تبقى حته مهمه ان هذا اللي هو هذا الهابيتيت بتاع مين؟ بتاع هذه الفشوله البايلوري ضغط. بينما يا سيدي ان هو عباره عن هذه الشيستوزومه اسمها ايه؟ انفيرو ميسنتريك فينس بلكسس يا سيدي. تمام كده؟ تمام. بيقول لك نادرا بلفيك بلكسس، بس المهم يعني انت دلوقتي تركز على مين؟ ان هي في الميزنتري يعني الانتستن، انا حته في الانتستن الفينس بلكسس بتاعت الانفيرور الانفيرور فينس بلكسس بتاعت يا سيدي. تمام. نيجي بقى ناخد انترميديت هوست. اول ما تسمع كلمه انترميديت هوست الاسنيل، بس اسمك ايه بقى اسنيل؟ بص يا سيدي، انت لسه قايل من شويه ان هذه شيستوزوما سوشي يعني مأكولات بحريه، يعني هو بيعيش في البحر، مش انا سكنتها من شويه كده؟ بص يا سيدي كمان اسنيل، الاسنيل برضو حاجه بتعبر عن البحر يا سيدي، بنسميه ايه؟ باي مورفوريا الكسندرية، يعني ان هي ايه الكسندرية دي متميزة ايه ان فيها بحر وما الى ذلك، فالاسنان ده موجودة في البحر، يعني ان هو هذه الشستوزومة الاسنان بتاعها فين؟ اللي اسمه الكسندرية. اوكي نركز فيها. تمام. تاني حاجة بالنسبة مين؟ هذه الفشولة. الفشولة يا سيدي في كذا اللي هو تسكيمة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي، اول تسكيمه معانا، بص انا عندي اصلا في الاول خالص كان عندي الفشوله دي منها نوعين، اما فشوله جيجانتيكا اما فشوله هيباتيكا. تمام يا سيدي. بقول لك يا عم بقى، انا عندي هذه الجيجانتيكا حاجه جوينتس، يعني حاجه كبيره في الحجم، فبقول لك الحاجه كبيره في الحجم دي علشان تتحرك محتاجه سيليا، فبنسميها الفشوله جيجانتيكا، الاسنان بتاعها بنسميه لامينيا اللي هو سيليوكوديا، سيليا يا سيدي، سيليوكوديا سيدي، تبقى عندها ايه؟ عندها سيليا. تمام. قالك بينما الهيباتيك، هيباتيك يعني ايه؟ يعني الليفر، والليفر بتاعنا موجود فين؟ موجود في الترانك بتاع الانسان، موجود في الجذع بتاع الانسان، فبقولك ان هذه الهيباتيكا بنسميها اللامينا ترانكولتيولاسي، يعني ايه؟ الترانك بتاع الانسان. تمام. يعني اول تسكيمه معانا ان هذه الجيجانتيكا حاجه كبيره محتاجه سيليا، بينما هذه الهيباتيكا يعني موجوده في الترانك بتاع مين؟ بتاع الانسان. دي اول تسكيمه. تاني تسكيمه معانا ان هذه الجيجانتيكا نسكمها ببنت اسمها جيجي، واللي هو عباره عن هذا كلينيديا سيدي ان هو بتكوي، اللي هو كان اللي هو تكوين، ماشي؟ تمام. بينما هذه هيباتيكا، تمام، اللي هو بنت اسمها هبه، قال لك بتعمل ترانكولاتو ت يعني ان هو بترص، تبقى جيجي بتكوي وان هبه بترص. تمام. دي تسكيمه معانا تانية يا سيدي. اوكي نيجي بقى نتكلم عن مين هذا الانفكتيف ستيج يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهذه الايه الانفكتيف ستيج سي، بالنسبه للفشوله وبالنسبه لهذه الشيستوزوما، احنا اصلا حفظناها سي، احنا متفقين دلوقتي ان هذه الفشوله موجوده على ورق الشجر، فبالتالي لازم تحمي نفسها من اي ظروف بيئيه، فبتعمل حولها سيست، فبنسميها انسيستد ميداسيركاري. اوكي. بينما هذه الشيستوزوما قلنا الشيستوزوما اللي موجوده انا بفكر اكل سوشي، فكرو سيركس، فكرو سيركس الموجود فين؟ موجود في الميه. تمام كده. تمام. بقول لك دلوقتي ان انفكتيف ستيج يا سيدي، بقول لك ان عندي انسيست ميتاسيركاريا الموجود يا سيدي على هذا الووتر فيجيتيشن سي. تمام. اما بالنسبه للسيركاريا الموجود في الميه العذبه، دي تعتبر من هذا اللي هو عباره عن انفكتيف ستيج بتاع مين؟ بتاعت هذه الشيستوزوم. تمام. الدايجنوستيك ستيج اج هنا واج هنا. ماشي. نيجي بقى نتكلم عن المود اوف انفكشن سي. انت دلوقتي بالنسبه للخضروات هتعمل ايه فيها؟ هناكلها صح كده؟ فبالتالي الانفكتيف ستيج بتاعتها، قصدي المود اوف انفكشن بتاعها عباره عن ايه؟ ان انا باكل هذه الانسيست ميتاسيركاريا. تمام. نيجي بقى بالنسبه لهذه الشيستوزوم، احنا متفقين دلوقتي ان هي موجوده فين؟ موجوده في البحر. انت دلوقتي يا سيدي في البحر، تعمل في البحر؟ هتعوم، فبالتالي هتخش ازاي لما تكون بتعوم في البحر؟ هتخش عن طريق الجلد. حتى كمان يا سيدي مسكمه بالخمسه اس، يعني ايه؟ مش احنا دلوقتي قلنا ان هم كلهم خالص كلهم يسيب في الاخر خالص ان هم 6 اس؟ قال لك اول اس معانا سبيشال تريماتول، وتاني اس معانا ان هي سيبريت في السكس، تالت اس معانا ان هي الايج بتاعتها عندها سباين، رابع اس معانا ان هي سيبريتد في التيل، خامس اس معانا ان هي سكين بنتريشن، اس بتاع الايه؟ سكين بنتريشن سي. ماشي يا سيم. نيجي بقى نتكلم عن هذا البسوش. البسوش بتاع كل واحده لك لها حاجه مميزه كده، بس في الاخر خالص يا سيدي كمجمل في الاخر خالص ان هما الاثنين هياثروا على الليفر، فيسببوا حاجه اسمها هيباتوميكالي. اوكي تمام. بسم الله. بيقول لك يا سيدي ان هذه ايه يعني بقى؟ بيقول لك ان هذه يا سيدي ان هو عباره عن هذه فشوله. الفشوله يا سيدي احنا متفقين دلوقتي ان هدفها الرئيسي توصل لهذا البايل دكت اللي هي موجوده فين؟ موجوده في الليفر سي، فلازم تعدي على الليفر وبعدين توصل لهذا البايل دكت. طب هل هي وهي ماشيه كده سي بتمشي وهي ساكته وخلاص؟ قال لك لا، دي هي بتمشي وتضرب في الليفر، وفي نفس الوقت الاميون اكشن يا سيدي يبدا يعمل اميون اكشن ضد هذه البروتوزوات. واحنا طبعا يا سيدي عارفين ان هيبدا يجي مين؟ الجهاز المناعي يا سيدي، خلايا الجهاز المناعي، واهم خليه بتبدا تضرب اي بروتوزوات هي الايزونوفيل. فبالتالي نركز جامد ان الايزونوفيل مميز جدا لهذه مين؟ هذه الفشوله. اوكي
تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. فبالتالي انا عندي حاجه مميزه جدا في الباثولوجي بتاعها، حاجه اسمها ايه؟ الليفر رود. الليفر رود يعني ايه؟ يعني هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البارازايت، اه يا سيدي، هذه البارازايت بتبدا ان هو تنتشر فين؟ في الليفر. سي طول ما هي ماشيه عماله تدمر في الباريكما بتاع هذا الهيباتوسايت، فلما تدمر هذه هي وحواليها الحواليه اللي هو عباره عن السينوسويد يعني بلافيزس، فلما تدمر الهيباتوسايت فبالتالي بتعمل حاجه اسمها ابسس، ولما تدمر يا سيدي هذا السينوسويد بتبدا تطلع معاها دم. تمام. وفي نفس الوقت يا سيدي لما تشوف الليفر هتلاقي فيه نسبه كبيره جدا من خلايا مناعيه اللي هي اهم حاجه فيه الاذن فيه. فبيقول لك ان هذا الليفر روت يا سيدي، بسم الله نرجع تاني كده، الليفر روت ده يا سيدي ان هي حاجه مميزه ليها، بيقول لك ان هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان هذه البرازيه بتبدا تهاجر، تهاجر يعني بقى تهاجر في هذا الليفر بريك ماشي. ماشي تمام. بس مين اللي بيهاجر؟ اليانج وورم. اليانج وورم يا سيدي تبقى ركز معايا، مين اللي بيهاجر؟ اليانج وورم بتاعتها، اليانج وورم بتاعتها، الادلت بتاعتها. تمام. هتروح تعمل ايه عم بقى؟ اول حاجه تسبب دم كتير بنسميه هيماتوما، الايزونوفيل تبقى كتير، الابسس السين نتيجه الخلايا اللي اتدمرت. اوكي، بيقول لك ايه عم بقى؟ هي توصل لمين؟ للبايلر دكت. فلما توصل للبايلر دكت هل هتسكت؟ لا، هتدمر في البايلر دكت والاميون رياكشن. ماشي، الاميون رياكشن يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم هتدمر في هذا البايلر دكت يا سيدي، والاميون رياكشن بيكون ضده. احنا عارفين طبعا يا سيدي ان اي دكت ماشي او اي لو اورجان عموما لما يعمل سيدي يدمر بعض الخلايا، ببدا ان انا اعالجها ازاي؟ بعالجها بالفيبروس. يعني مثلا خليه اتدمرت اهي، فعشان اعالجها يا اما اعالجها بريجنريشن يا اما اعالجها بالفيبروس. تمام، دي في الباص عموما. يعني بالنسبه لهذه اللي هو فشوله بعالجها بايه؟ بعالجها بالاف فشوله، اف فيبروسس. ماشي، بعالج ايه؟ بحوط حواليها كده بهذا الفيبروسس. قلنا تمام. بيقول لك ايه عم بقى؟ بيقول لك ان هذه البرازيت بتبدا تفرز توكسين، وفي نفس الوقت عماله تدمر، بتعمل حاجه اسمها ميكانيكال اند توكسيك افكت. سي في اني حته؟ في اني حته؟ في هذا البايل دكت. تمام، قالك بتعمل ايه؟ قالك بتبدا تحفز الجهاز المناعي، وفي نفس الوقت بتبدا ان الجهاز المناعي يعمل فيبروسس حول الحته اللي ماتت. تمام كده يا سيدي. تمام، فبيقول لك يا عم بقى انا دلوقتي لما اعمل انفلاميشن في هذا اللي هو البايل دكت بنسميه حاجه اسمها كولوسيستايتس، في نفس الوقت لما اعمل انفلاميشن في هذا الجول بلادر بنسميها كولو انجايتس. تمام، انا دلوقتي يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم هذا اللي هو بقى اللي هو اسمها ايه؟ اللي هو ايه؟ السيستم دكت. تمام، سيستم دكت يا سيدي في نهايته كده حاجه اسمها جول بلادر. فانا دلوقتي عمال اعمل سكند في هذا السيستم دكت، اعمل سكند في الوول بتاعها، اعمل سكند في الوول بتاعها، مش ممكن اقفلها؟ اقول لك اه. فلما اقفلها يا سيدي كده من العوامل المحفزه ان انا اكون استون هنا، يبقى اكون استون في هذا الجول بلادر، فبعمل حاجه اسمها جول ستون فورميشن. تبقى دي حاجه مميزه جدا يا سيدي لازم نحفظها، ان هي بتاثر على الجول بلادر. مين دي؟ الفشوله. الفشوله بتبدا تاثر ايه؟ على هذا الجول بلادر. اوكي يا سيدي، بتبدا تعمل جول ستون. اوكي، وفي نفس الوقت بتعمل انفلاميشن فيها، بنسميه كول انجايتس. اوكي، بيقول لك يا سيدي بتبدا نعمل سكند فلول. خلاص حفظناها دي. تمام، ده كان بالنسبه لمين؟ ده كان بالنسبه سيدي للفشوله. تبقى الفشوله اكتر حاجه بتحب ايه؟ بتحب تعيش في ايه؟ في البايل دكت. فعشان كده بتاثر اكتر حاجه على مين؟ على هذا بسم الله الرحمن الرحيم، على هذا الليفرسي. بينما مين؟ بينما الشيستوزوم. احنا قلنا دلوقتي ان في طفل كان بيبدا ان هو يعوم في الدراع، اصلا الشيستوزوما ديت تشيل عشان نحفظ اكتر البلهارسيسي. تمام، تمام، ان الطفل كان بيعوم في الدراع، فهذه الشيستوزوما دخلت عن طريق الجلد. قال لك اول ما تروح عند طريق الجلد المكان الاساسي ليها ايه؟ بتروح يا سيدي عند حاجه اسمها انفيرو ميزنتريك فينس بلكسس. تمام، الانفيرو ميزنتريك فينس بلكسس حول مين؟ حول السمول انتستين. تمام، هذه الأدلت راحت على الشفل، هذا الفينس بلكسس بتدينا مين؟ بتدينا ايج. تمام، الايج دي يا سيدي بص بقى عامله ايه؟ شفت الطفل الشقي بيحب يتحرك في كل مكان؟ قلقوا، هذه الايج برضه طفل شقي بيحب يتحرك في كل مكان، يعني ما بيحبش يقف مكانه كده، لازم يروح كل الاماكن يسيب الشكل ده. فعاوز ايه؟ هو دلوقتي موجود فين؟ موجود في الانتستين، عاوز يبدا ان هو يلف. بيحب يلف فين؟ بيحب يلف على كل اجزاء الجسم يا سيدي، ومن اهم الحاجات اللي بيحب يلف عليها ان هو هذا اللفر. فدلوقتي انا في الانتستين، ازاي هيبدا يمشي لان الاورجن الثانيه؟ قالك عن طريق ان هو مدمر الانتستين عشان يروح للاورجن الثانيه يا سيدي. انا عندي الانتستين يسيب الشكل ده بيكون حواليها بلافيسس وبيكون فيها سل. فبيقول لك عشان يبدا ان هو يمشي يسيب الشكل ده، عشان مثلا وليكن تخيل معايا دي الايج عاوزه تمشي يا سيدي عبر هذه السل وعبر هذه البايل اللي هو البلافيسس يا سيدي، علشان مثلا تروح لمين؟ للليفر. ماشي، دي مثلا تخيل معايا كده. فبقول لك هتبدا اول حاجه ايه؟ تدمر هذه ايه؟ تدمر هذه الهيباتو ايه؟ تدمر هذه الانتستينال سيل. تمام، وكمان هتدمر هذه بلافيزس. تمام، علشان في الاخر خالص تروح لمين؟ للليفر، وتروح مثلا للاورجان ثانيه الهارت وما الى ذلك. المهم يعني لما دمر هذه الانتستينال سيل بيبدا ان هو يفرز ميوكس في هذا الانتستينال. تمام، تمام. وتاني حاجه يا سيدي انا بدمر البلافيزس، فبالتالي ببدا افرز ايه؟ ببدا افرز بلاد. فبالتالي الاسطول بتاع هذا الشخص المصاب بهذه الشيستوزوما
بيكون فيه ميوكس وبيكون فيه بلاد، فيما يعرف بحاجه اسمها ديزنتري، يعني الطفل ده عنده او اي شخص كان مصاب بهذا الشيستوزوما عنده تعنيه تعنيسي. تمام كده، تمام. فبيقول لك يا عم بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه هذه الشيستوزوما وهي داخله الجسم، سيد الجسم مش هيسكت، لا وهي لسه داخله الجلد، فبالتالي بتبدا تعمل انفلاماتوري اكشن، فبالتالي بتسبب اريتيشن، بتبدا اريتيشن وسكين راش بالشكل ده. تمام. وبيقول لك ان هذا الهرش، يعني هي بتسبب هرش، الهرش ده بنسميه سويمر اتش اس اي، يعني هذا الطفل لما كان بيعوم في الترع اصاب بهذه الشيستوزوم، فبنسميه ايه؟ السويمر اتش، يعني الهرش اللي جاي نتيجه العوم. تمام. نيجي بعدها يا سيدي، انك لما يروح مين؟ لما يروح يا سيدي هذا الايج، لما توصل للانتستين عاوزه تنتشر يا سيدي، فاول حاجه تعمل ايه؟ تدمر هذا الانتستينال يا سيدي وول، فبالتالي بتعمل ايه بقى؟ بيبدا الفيسز بتاعتها مليان بالبلاد، مليان بهذا الميوكوس. تمام يا سيدي. بابا انا دلوقتي يا سيدي لما ابدا اعمل هذه الاكشن ده يا سيدي، ان هو بيدمر الخلايا وما الى ذلك، هل الخلايا المناعيه تسكت؟ قال لك لا، فتبدا تعمل ضدها ايه؟ تبدا تعمل ضدها يا سيدي انفلاميشن. فلما تعمل انفلاميشن بتبدا تعمل ايه بقى؟ تعمل سيكند في هذا الوول بتاع الانتست. تمام. وبيقول لك ايه؟ عندنا قاعده كده في الجهاز المناعي، اللي ما اعرفش اقتله بحصره بايه؟ بجرانيولوما. فبيقول لك يا سيدي حاجه مميزه جدا لهذه الشيستوزوما، ان هو عمال يكون جرانيولوما، بيكون جرانيولوما، اول جرانيولوما عندنا بيكونها فين؟ في الانتستين. بيقول لك يا سيدي في انفلاماتوري اكشن ضد مين؟ ضد الاجه. تبقى تاني لاحظ بس معايا، انا دلوقتي في هذه الفشيوله كنا بنتكلم يا سيدي مين اللي عمل المشاكل عندنا؟ ان هذا اليونج وورن، بينما يا سيدي ان هذه الشيستوزوما مين اللي عمل المشاكل اللي عندنا؟ هذه الاجه يا سيدي. تمام كده، تمام. نركز بس مين اللي سبب المشاكل، ماشي. بيقول لك يا عم بقى، انا دلوقتي هعمل انفلاماتوري اكشن يا سيدي ضد مين؟ هذه الاجهزه، فبالتالي بعمل حواليها جرانيولوما، ماشي. واعمل ايه يا عم بقى؟ هي عماله تدمر ميوكوزا، فبالتالي بسبب هذا الارثريشن. وبعمل سكند في انهي حته بالظبط بقى؟ الحته دي مهمه برضو، ان هي تعمل سكند في الكولون وول. الكولون يا سيدي بتعمل سكند فين؟ في الكولون، بتعمل سكند في هذا اللارج انتستين وليس في السمول انتستين. انت بس سكند فين؟ في الايه؟ في هذا الكولون، اوكي. تمام. وتبدا ان هو سبب ابدومنال بين، طبعا عشان في انفكشن في البطن فاكيد هيعمل ابدومنال بين، دايريا، ديزنتري قلنا هي وتعنيه، ماشي. انوركسيا ما لهوش نفس وياكل وعمال يخس سي بالشكل ده. تمام. واهم حاجه طبعا هو فيفر، يعني اكيد الشخص عنده انفكشن تبقى هو عنده ايه؟ عنده فيفر سي. تمام. نيجي بقى بيقول لك يا عم بقى، قال لك احنا دلوقتي قلنا ان هذا الاج بيحب يسافر، هيروح لمين؟ هيروح لهذا الليفر. طب هيروح له ازاي؟ قال لك هيروح له عنده ريك حاجه اسمها البورتال سيستم، مش احنا عندي يا سيدي هذا الليفر، انت خايف مثلا هذا الليفر، ايه ده؟ ماشي. مهم يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا هذا الليفر اسيب الشكل ده، بسم الله، دي مش مهم يعني، مش راضي تثبت دلوقتي. المهم يعني ان هذا الليفر بيبدا ان هو يخش فيه عند حاجه اسمها البورتال سيستم. قال لك البورتال سيستم دلوقتي زي هذه الاج طول ما هي ماشيه هتسكت؟ لا، هتدمر في هذا البورتال سيستم، فالانفلاماتوري اكشن يبدا هو ضدها، فلما يعمل ايه؟ هما الاثنين يبدا ان هو ضد بعض سيدي، فبدا ان نعمل سكند في هذا اللي هو البورتال تنشن سي. فبقول لك يا عم بقى ان اللي هو هذه الاج لما توصل لهذا البورتال فين؟ تمام. بتعمل ايه يا عم بقى؟ بتعمل سكند في هذا الوول. فبقول لك بعمل سكند ازاي؟ قال لك انا دلوقتي بدمر خلايا مناعيه، فلما ادمر خلايا مناعيه ديت قصدي بدمر دوبا خلايا اللي هو الاندوزيليال المبطنه لهذه البورتال فين، فبالتالي ببدا انا ادمرها. بصلحها ازاي؟ عن طريق الفايبروسس. فلما اصلحها بالفايبروسس ببدا اعمل سكند في الوول. بعمل ايه؟ بعمل سكند فور، بضيق الطريق اللي ماشي فيه الدم يا سيدي بالشكل ده. فلما اضيق الطريق اللي ماشي فيه الدم يا سيدي، بسم الله الرحيم، فيما يعرف بمرض اسمه ايه؟ سيمر بايب ستيم فايبروس. انا دلوقتي عملت ايه؟ قال لك عن طريق الشيستوزوما. تمام. شيستوزوما بسبب اس اسمها سيمر، ماشي، بايب عشان في بلافيسس. تمام. بايب يعني عامله زي الايه؟ الماسوره. وطبعا عارفين البلافيسز عامل زي الماسوره. تمام كده. فبالتالي ان هو سيمر بايب ستيم فايبروس، اوكي. تمام. وبيقول لك ان هذا الفايبروس يا سيدي ممكن يقطر في بيعمل سكند في الوول اكتر، بيعمل سكند في الوول، ممكن اصلا اقفل هذا البورتال فين. فلما اقفل هذا البورتال فين الدم دلوقتي مش عارف يروح للليفر، فبعمل حاجه اسمها بورتال هايبرتنشن. فالبورتال هايبرتنشن دلوقتي يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض الليفر ماشي، اوكي، يعني الليفر سي بالشكل ده، بسم الله الرحمن الرحيم، مش مصري اهو سي الليفر على طول. الليفر ده سي المفروض بسم الله الرحمن الرحيم ان هو بيبدا ان هو يروح له بورتال فين، وان عندي فيه برانشز كتير منها، من ضمن هذه برانشز راحت ناحيه الاسوفيجاس، صح كده، وفي برانشز بقى يا سيدي كتير كده. فبيقول لك دلوقتي سي لما اعمل اللي هو بورتال هايبرتنشن، ان هو الدم محتجز في هذا البورتال فين، فبيؤدي ذلك ايه عم بقى؟ فبيؤدي ذلك ان انا دلوقتي ان الدم هيبدا يرتجع الى الاعضاء الثانيه اللي كان جاي منها، يعني هيبدا يرتجع يا سيدي هذا الاسوفيجاس. تمام كده.
يعمل حاجه اسمها اسوفيجيال فارس، يعني دوالي بتاع الاسوفيجاس، وهيبدا ان هو يعمل اسايتس اسيدي ويعمل سبلينومجالي، تبقى حاجه مميزه ليها. لسه قايلين من شويه اصلا هما الاثنين بيشتركوا في ايه، ان هو فشوله وشيستوزوما، ان هما الاثنين بيسببوا حاجه اسمها هيباتوميجالي. بس الحاجه المميزه بالنسبه لهذه ايه شيستوزوما، ان هو بيعمل اسايتس وبيعمل سبلينومجالي. تاني بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي يا سيدي اول ما اسمع كلمه هيباتوميجلي هفكر في الاثنين، ولكن هسمع هيباتوميجلي انت اسايتس خلاص بقى هفكر في مين، هفكر في هذا الشيستوزوما بس. تمام كده، تمام. فبيقول لك انا عندي دلوقتي يا سيدي لما بسم الله الرحمن الرحيم هذه اللي هو عباره عن ايج، لما يوصل للليفر سي بيعمل بقى في يعني بقى يعمل انفلاماتوري اكشن، بيعمل جرانولوما وما الى ذلك، فبيعمل هذا بورتر هايبرتنشن، فاد ذلك يعني بقى بيعمل هيباتوميجلي وبيسبلينوميجلي وما الى ذلك. اوكي تمام، نبدا نتكلم بعدها. بسم الله ارجع كده ماشي. نبدا نتكلم بعدها يا سيدي ايه هي الكلينيكال بيكتشر، يعني العيان هيجي بيكون بيشتكي من ايه. بص يا سيدي، بالنسبه للشيستوزوما احنا حفظناها خلاص يا سيدي، ان هو هيجي يشتكي من ايه، هيجي يشتكي من ديزنتري وفيفر وانوركسيا ولوس في بسم الله الرحمن الرحيم، يا سيدي في ان هو الويت بتاعه، وهيجي يا سيدي بي تاني ابدومينال بين. تمام كده، واهم حاجه عندي اللي هو عباره عن هذا الاسبلونوميجالي وهذا الهيباتوميجالي والاسايتس يا سيدي. تمام. بينما هذا الشخص المصاب بالفشوله هيجي بيشتكي من ايه. بص يا سيدي، انا عندي شخصين يا سيدي في هذه الفشوله سي، او عندي اللي هو مرحلتين، في مرحله اكيوت يعني لسه في الاول، وفي عندي مرحله كرونيك سي. احنا دلوقتي قلنا عندنا اكيوت وعندنا كرونيك. الاكيوت يعني الشخص ده مصاب بهذه البرازات من يوم او يومين وما الى ذلك. طب الشخص ده هيجي بايه؟ هيجي بقى فيفر، هيجي بشيرز يعني رعشه، هيجي يسيل بهذا ارتكاريا يعني عمال يهرش كتير وما الى ذلك، فيفر طبعا عشان ده انفكشن. بس اهم حاجه مميزه عندنا ان هو بيجي حاجه اسمها رايت ابر كوادرنت بين، يعني احنا دلوقتي يسيل قلنا ان اكتر مكان بيصيبه هذه البرازات هو عباره عن هذا الليفر اللي هو بايل سيست بالذات يا سيدي. بالظبط، قلت له اه. فبالتالي ده موجود فين الليفر؟ موجود فين؟ موجود يا سيدي في ان هو بسم الله الرحمن الرحيم رايت ابر كوادرنت من سيدي. تمام كده، تمام. وبيقول لك عندي حاجه اسمها ستابنج سب استرنال. انا عندي دلوقتي سيدي في بون اسمها سب استرنال سي، اللي هو بون اصلي اسمها استرنم. هذه البون سي بيكون في الم شديد تحتها، اكن شخص بيغرزك بالسكينه كده، بنسميها ستابنج سب استرنال بين. اوكي، دي اكتر حاجه مميزه فين الاكيوت. اوكي، نيجي بقى بالنسبه لهذا الكرونيك سيدي، يعني ان هذا الشخص سيدي مصاب بهذه الفشوله منذ مثلا شهرين 3 شهور 4 شهور وما الى ذلك. احنا دلوقتي قلنا ان هذه الفشوله سي بتروح على هذه الهيباتوسايت وعماله تدمرها. يعني دلوقتي يا سيدي هل الهيباتوسايت دي تقدر تقوم بالوظيفه بتاعتها؟ قال لك لا. ومن ضمن وظائف هذه الهيباتوسايت بتطلع حاجه اسمها بايل. ليه يعني بقى؟ ان البايل دي يا سيدي من ضمن وظائفه ان هو بتتخلص من هذا بسم الله الرحيم اللي هو البيلروبين سي. فانا دلوقتي لما اتخلصتش من هذا البيلروبين هعمل ايه يعني بقى؟ هعمل حاجه اسمها الجوندس. علشان كده ان هذا الشخص سي بسم الله الرحمن الرحيم مصاب بهذا الجوندس سي. اوكي تمام. فبقول لك ايه عم بقى، اهم حاجه مميزه فيها انا طبعا اصبت هذا الليفر، فاكيد الليفر هيبدا يوجعه. اهم حاجه عندي مين؟ عندي جوندس سي. اوكي تمام. وممكن يسبب انيميا. ليه؟ لان انا اصلا عمال ادمر هذا السينوسويد بتاع هذا اللي هو الليفر، فلما ادمر السينوسويد من ضمنها اصلا الار بي سيز، فبدمر الار بي سيز معاها، فاكيد سببت مين؟ انيميا سي. فانا دلوقتي سي بس عشان ايه نجمع مع بعض كده، انا دلوقتي لما اشوف الامتحان حاجه بتتكلم على هيباتوميجلي بس بفكر على طول بهذا الشيستوزوما او فشوله سي. بس هيباتوميجالي ازاي سبلينوميجالي ازاي اسايتس، تبقى معنى كده بتكلم عن ايه؟ على هذا الشيستوزوما بس. لما يقول لك انا شفت جرانيولوما في الليفر او شفت جرانيولوما سي في الانتستين، معنى كده سي بتكلم عن مين؟ هذا الشيستوزوما. واللي بيسبب المشاكل دي كلها هو الايج. تمام. بينما الفشوله لما يتكلم لك انا عندي دلوقتي سي دي مشكله في اللي هو البيلاري سيستم سي، عندي جوندس، عندي سي دي اي مشكله مثلا سي دي في البيلاري، يعني البايل يا سي دي كان بيسبب حاجات كتير مثلا من ضمنها كان بيهضم الفات وما الى ذلك. المهم يعني اي مشكله اتكلم عليها يا سيدي، انا دلوقتي بدمر هذا الليفر، فبالتالي ما بطلعش بايل، فبالتالي الحاجات اللي كان بيقوم بيها البايل مش موجوده. فبالتالي دلوقتي ايه يعني بقى كده هيبدا يظهر المشاكل دي، واللي بيسبب هذه المشاكل حاجه اسمها ايه يعني بقى اللي هو حاجه اسمها يا سيدي اوردري وورنسي، اللي هو بنسميها يونج ايه يونج ورم سي. اوكي تمام. يعني بسم الله الرحمن الرحيم دي كده جمعنا مع بعضه. اوكي، وقلنا برده يا سيدي ان الشخص ده عنده ديسنتري ماشي، ده مميز لهذا الشيستوزوما. عنده انيميا مميز لهذه الفشول ماشي. نبدا
نبدأ نتكلم عن هذه الدايجنوسيس. مبدئيا كده الدايجنوسيس بتاع الاثنين دلوقتي هما تقريبا شبه بعضهم كده، الا في بعض الاختلافات. بسم الله. مبدئيا كده في شخص قدامك عاوز تشوف هل الشخص ده عنده فشولة ولا عنده شيزوزوما ولا عنده اي بروسيت تانية. طب انا اعرف ازاي؟ اول حاجة ابدأ اسأله بعض الاسئلة. من خلال هذه الاسئلة بتبدأ ان هو تفكر سيدي في بعض الاحتمالات. بسم الله. لو الشخص اللي قدامك ده قال لك انا ما بغسلش الاكل قبل ما اكله، ما بيغسلش الخضروات وما الى ذلك، تمام. وفي نفس الوقت سيدي انت ملاحظ على هذا الشخص ان هو عنده جاندس يا سيدي، تمام، ان هو ما بيغسلش اكل وعنده جاندس، تمام. وكمان لما عملنا تحليل دم لقينا نسبه عاليه من هذه الايزونوفيل، واحنا عارفين طبعا ان الايزونوفيل بتاع امتى لما يكون في باراسايت، والباراسايت ده كان اثر على هذا الجول بلادر عشان كده هو عنده جاندس، وان هو اصلا مؤشر كبير جدا ان هو ما بيغسلش اكل. معنى كده سيدي عن طريق هذه الهيستوري اللي خدته منه تبقى قلنا ان الشخص ده عنده ان هذا الفشول، اوكي تمام. بينما سيدي بالنسبه لهذه الشيستوزوما احنا عارفين طبعا الشيستوزوما يعني بالهرسيا يعني موجود في الترعه، يعني مثلا الطفل ده او اي راجل قال لك يا سيدي ان هو كان بيعوم في الترعه فخلاص الفقر يا سيدي في هذا الشيستوزوما، اوكي تمام. طب عشان اتاكد اكتر قال لك ببدا اعمل حاجه اسمها دايركت او ايه اندايركت. يعني ايه دايركت يا سيدي؟ يعني بشوف هذا الانتيجين او هشوف بسم الله الرحمن الرحيم، بشوف يا سيدي هذه البروسيسات نفسه او هشوف يا سيدي هذه الايدج بتاعت هذه البروسيسات، تمام كده تمام. اما الاندايركت يعني بشوف لواحق بتاعته، يعني مثلا اشوف الانتي بودي، اشوف مثلا يا سيدي ان هو عباره عن ليفر ايه اللي حصل له وما الى ذلك، دي كده تعتبر الاندايركت لواحق هذا البروسيسات يا سيدي، اوكي تمام. بالنسبه ليا عم بقى دلوقتي انا دلوقتي سيدي قلنا الدايجنوستيك ستيج بتاع الشيستوزوما او مثلا هذه الفشوله تعتبر مين؟ هذا الاج يا سيدي، تعتبر هذا الدايجنوستيك ستيج. فبيقول لك بقى انا عندي بالنسبه للفشوله حاجه مميزه جدا يا سيدي لازم اركز فيها. بسم الله. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان هذه الاج بتاع هذه الفشوله مش بتظهر الا بعد مرور 3 او 4 شهور. يعني ايه؟ يعني الشخص ده لازم يكون جاي لي وهو في حال كرونيك علشان اقول له اعمل استروكزوماينيشن. لو الشخص ده عنده حبه ارتكاريا وبفيفر وما الى ذلك وقلت له اعمل استروكزوماينيشن تبقى انت غبي خالص. ليه؟ لان هذه الاج مش بتظهر الا ما بعد 3 شهور او 4 شهور، يعني في حاله ان هو كرونيك سي بالشكل ده. يعني بيقول لك ان هذه الاج سي مش هتظهر الا بعد مين 3 شهور او 4 ايه 4 شهور سي، اوكي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انا عندي ممكن يكون شخص عنده ان هذه الايدج في الاسطول بتاعته بس ما عندوش هذه البرازيت، ما عندوش قصدي ما عندوش هذه الاعراض. ازاي دي يا عم؟ يعني شخص ما عندوش اعراض ولكن عنده الايدج في الاسطول بتاعته، طب ازاي؟ بص يا سيدي، مش انت قايل من شويه ان هو فشوله يعني ان هو شبه ورقه الشجر، يعني ان الحيوانات اكلت العشب هي بتاكله؟ قلت له اه. ممكن حيوان اكل عشب يا سيدي مثلا وليكن بقره، البقره دي اصيبت بهذه الفشوله، فبالتالي ان هذه الفشوله سيدي بالشكل ده بتروح للليفر بتاع هذه البقره، صح كده؟ الليفر بتاعها تقعد تعيش فيها، طبعا بتبدا تدينا الادلت هناك، فبالتالي انت كانسان رحت كلت هذا الليفر او الكبد يا سيدي بتاع هذه البقرة. انت دلوقتي ايه عم بقى؟ وصبت بهذه الفشولة بس هي في حالة ادلت، تمام. احنا قلنا يا سيدي علشان هذه الفشولة تسبب المرض في الانسان لازم يكون فيها صورة انسيست ميداسيركاريا. انا دلوقتي خدت الادلت، الادلت دي هتدينا اج بس هتسبب اي عرض عليا؟ قلت لي لا مش هتسبب اي عرض عليا. فعلشان كده يا سيدي بنسميها حاجة اسمها سبروزس انفكشن، يعني الانفكشن الكاذب، يعني عندك الاج بس ما عندكش اي سمبتومز يا سيدي بالشكل ده، بنسميه فولس دايجنوسس، اوكي تمام. علشان كده مثلا لو حد هتطلب منه يعمل هذا التحليل تقول له مثلا قبلها بتلات ايام ما تاكلش ولا اي كبد يا سيدي بتاع بقره وجاموسه وما الى ذلك، تمام كده، علشان ما يسببش هذا الفولس تيست، اوكي. بالنسبه بقى يا عم بقى بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انا عندي لما اجي اعمل استول بالنسبه لهذه الشيستوزوما، يعني دلوقتي بقى انا بقارن من الشيستوزوما بقارن بالفشوله، ما تلخبطش معايا. انا دلوقتي اقول لك مثلا انا بتكلم دلوقتي عن الفشول وبعدين هقارنها بعدها على هذه ايه على هذه الشيستوزوما، فعشان كده ما تلخبطش معايا. بسم الله. انا دلوقتي هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الشيستوزوما. بيقول لك الشيستوزوما دي يا سيدي بيقول لك انا دلوقتي ممكن الاستروكزوماينيشن ده ممكن ما ياكدليش اكتر، انا عاوز ااكد اكتر واكتر ان الشخص ده عنده هذه الشيستوزوما. اعملها ازاي؟ عن طريق حاجه مهمه جدا واهم من الاستول ذات نفسها، حاجه اسمها ريكتال سكاربينج اور بايوبسي. باخد عينه او مسحه من هذا الركتم بتاع هذا الشخص يا سيدي، باخد العينه بايه؟ عن طريق جهاز اسمه بروتوسكوب. هذا بروتوسكوب يا سيدي باخد عينه ببدا اشوف هل في بروزات ولا لا، لو في بروزات هقول لك اه الشخص ده عنده هذه الانفكشن. ما عنديش بروزات تبقى حاجه مؤكده، حاجه مؤكده اكتر من الاستول ذات نفسها، ماشي تمام. نيجي بقى نتكلم ايه عن بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اتكلمنا يا سيدي عن هذا الدايركت، يعني شفنا هذه الايدج او شفنا هذا البروسيس نفسه، هبدا اتكلم عن مين؟ هبدا اتكلم على اللواحق اللي هو الاندايركت تيست بتاعت مين؟ بتاع هذه البروسيس. بسم الله. مبدئيا كده هما الاثنين ممكن اعملهم بحاجه اسمها التراسونوجرافي. يعني ايه التراسونوجرافي؟ يعني ببدا اعمل سونار يا سيدي عشان اشوف الليفر وما الى ذلك. بص يا سيدي،
حته مهمه جدا 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 في هذه الشيستوزوم. بيقول لك ان لما اعرف يا سيدي ما اشوف هذا الليفر عن طريق السونار في هذا الحاله سي بتاع الشيستوزوم يعتبر كدايجنوسيس اند جريدنج. يعني مثلا اشوف الشخص ده اصاب بنسبه كبيره من هذه الشيستوزوم ولا حبه صغيرين، يعني دمرت الليفر بنسبه كبيره ولا لسه سي في الاول بدمره في الاول، وهكذا بعمل جريدنج 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 لهذا الهيباتيك ليجنس، بيعمل دايجنوسيس اند جريدنج. في اي حاله؟ في اي حاله يا سيدي؟ في حاله الارض السونوجرافي بتاعت الشيستوزوم، ماشي تمام. بينما يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الارض السونوجرافي بتاع الفشوله ملهاش اي، يعني مفيش كلام مميز فيه، ماشي. هنتكلم بعدها يا سيدي على الاميون يا سيدي، يعني هبدا اشوف هذا الانتي بودي برضه حته مميزه جدا بالنسبه للشيستوزوما. بيقول لك يا سيدي بسم الله، انا دلوقتي يا سيدي قبل ما اتكلم عن الحته دي تعال نفتكر مع بعض كده بعض البيز يا سيدي. بسم الله، كنا بنقول يا سيدي ان اي انفكشن بيخش بيطلع ضده خلايا مناعيه، ومن ضمن هذه الخلايا المناعيه هو الانتي بودي. طب ماشي يا سيدي، افرض دلوقتي الحمد لله الجسم انتصر على هذا الانفكشن، هل الانتي بودي اللي انا كنت كونتها دي يا سيدي هل هتمشي؟ مش احنا كنا اصلا بنكون يا سيدي حاجه اسمها خليه ذاكره علاقه يعني، فبالتالي دلوقتي يا سيدي حتى لو الشخص اللي هو خف من هذا الانفكشن هيتني عنده خلايا ذاكره، عنده انتي بودي. تمام. فبالتالي دلوقتي يا سيدي انا دلوقتي ما اقدرش احدد يا سيدي لو الشخص ده عملنا مثلا هذا التحليل، ما اقدرش احدد هل الشخص ده مصاب دلوقتي ولا الشخص ده كان مصاب قبل كده، فيعتبر هذا الانتي بودي هو مجرد تشخيص ان الشخص ده كان عنده هذا الشيستوزوماسي. فبيقول لك انا عندي هذا الانتي بودي كدايجنوسس بس، دايجنوسس بس. تمام. بينما يسيب بقى الانتيجين، الانتيجين ده بتاع مين؟ بتاع البرازيت. فبالتالي هيكون موجوده لما يكون برازيت موجود، مش هتكون موجوده تبقى معنى كده برازيت مش موجود. فمعنى كده سيت تستخدم في حاله حاجه اسمها دايجنوسس اند بروجنوسس، تبقى تاني الانتي بودي بس تبقى هو دايجنوسس، بينما الانتيجين دايجنوسس اند بروجنوسس. اوكي، نيجي بقى ناخد بعدها سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي البي سي ار، اخر حاجه هنا البي سي ار، بي سي ار ده اصلا ما بنستخدموش، استنى بشوف الدي ان ايه وما الى ذلك لانه غالي وما الى ذلك. اوكي، نيجي بقى حاجه برضو مميزه بالنسبه للانتي بودي بالنسبه لهذا الفشيولاسي. تمام، الفشولة يا سيدي لسه قايل من شويه ان هذا الشخص يا سيدي لما يكون عنده حبه ارتكاريا وحبه حاجات الاكيوت دي يا سيدي ما ينفعش اقول له اعمل السلوك زمانيشن لان اصلا مش هلاقي ايه الالج في الاسلوب بتاعته. فبعمل ايه يعني؟ ببدا اشوف هذا الشخص عنده انتي بودي ولا لا، عنده انتي بودي ضد هذه الفشولة ولا لا، فببدا اعمل سيريولوجي اللي هو تيست سي. فبالتالي لما اشوف يا سيدي في انتي بودي، الشخص ده عنده هذه الفشولة، ما عندوش انتي بودي، طب الشخص ده ما عندوش يا سيدي هذه الفشولة. بس ده طبعا في حاله الاكيوت، في حاله الكرونيك، حتى لو مقدار الانفكشن، النسيب بشكل ده كان قليل برضه بستخدم في حاله السيرولوجي. تبقى تاني بالنسبه للدايجنوسس اهم حاجه تركز معايا ان الاج بتاعت مين؟ بتاع هذه الفشوله، التست بتاعها الاج بتاع التست بتاع هذه الاج. تمام، واللي هو عباره عن هذا اللي هو ايه الانتي بودي سي رياكشن اللي هو عباره عن هذا الاميون اميونولوجيكال ايه تست سي. تمام تمام، بالنسبه لهذه الشيستوزوما اهم حاجه ركز فيها اللي هو ريكتال والارتسونوجرافي وكمان السيريولوجي سي، ماشي. الثلاثه دول اهم حاجه ركز فيهم. نيجي بقى بالنسبه للتريتمنت يا سيدي، انا دلوقتي بقول لك ان اسمها شيسوزوما يعني سوشي، بحب اكل السوشي في البرازيل. تبقى ايه ده رحت فين؟ عذرا، ماشي، اللي هو اسمه برازيل كوينتال. تبقى برازيل كوينتال تبقى خاصه مين؟ برازيل، يعني بتاع ايه؟ بتاع هذا الشيستوزوم. بينما هذه بقى هنبدا نخرج كده علشان نسكن بتاعت يا سيدي هذه الفشوله، نخرج بره الصندوق شويتين. بص يا سيدي، فشوله شخص اسمه ايه؟ شخص فاشل، ماشي. فالشخص الفاشل ده يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، علشان ابدا ان هو اخليه مش فاشل، يعني اخلي الشخص ده ما عندوش هذا الفشولة، ببدا اسقف له ثلاث تسقيفات كلاب، يعني ان هو يسقف. تمام، وتراي يعني ثلاثه، بسقف له ثلاث تسقيفات علشان ما يكونش فاشل، ما يكونش عنده الفشولة. تراي كاب تراي كلابنازول، تراي كلابنازول ديت عباره عن ايه؟ علشان ما يكونش فاشل بسقف له ثلاث تسقيفات، ماشي تمام. نيجي اخر حاجه عندنا هذا البريفنشن. تمام، البريفنشن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا البريفنشن يا سيدي بعض الكلام الانشا كده يا سيدي، يعني مثلا الشخص ده مثلا لو هو ما بيغسلش الاكل قبل ما ياكله فبيغسله، لو مثلا عارف ان الترعه دي فيها بلهارسي خلاص ما تنزلش فيها، مثلا دي اصلا من اصل مشكله الاسنيل تبقى خلاص اقضي على هذا الاسنيل، بعض الكلام الانشا ده. نيجي بقى نتكلم على اخر حاجه معانا بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك هذه الشيستوزوما تعتبر سبيشال ان هو تريماتود، مش احنا قلنا يا سيدي ان هذه فشوله جنرال تريماتود يعني عندها صفات اي تريماتود عاديه، بينما هذه الشيستوزوما عندها الصفات يا سيدي مميزه عن اي تريماتود تانيه. نبدا نتكلم دلوقتي عن هذه الصفات يا سيدي. اول حاجه اللي هو اول اسم معانا ان هي سيبرت في السكس يا سيدي، عندي ميل واحده وعندي في ميل واحده. تاني حاجه احنا عارفين اصلا ان شكل يا سيدي اي
تريماتود شبه ورقة الشجر. بيقول لك ان الفيميل بتاع هذه التريماتود اللي هو بتاع هذه الشيستوزوم قصدي، ان هي بيكون شكلها سلندري، شكلها شبه الاسطوانة. ماشي يا سيدي، تاني اختلاف، تالت اختلاف معانا يا سيدي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يا سيدي ان اي تريماتود عندها سيدي اورال ماشي، وعندها فارينكس كده، عندها اللي هو الفارينكس اللي هو مري، وبعدين عندها الاليمنت تراكت سيدي بالشكل ده، بيكون بشكل ايه؟ بيكون بشكل منفصل بالشكل ده، تمام كده؟ دي جنرال تريماتود. بينما الشيستوزوما بقى قال لك لا، ان اول حاجه عندي يا سيدي ما عنديش فارينكس، عندي يا سيدي جويند، ان هو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم كده، الالمنت تراكت بتاعي يا سيدي متصل مع بعضه، ما عنديش حاجه اسمها تيرمينال سيكم يا سيدي، تمام كده؟ تمام. نيجي بقى بالنسبه يا سيدي ان هو الاج، احنا متفقين دلوقتي ان في اس بتاعت الاج يا سيدي، قلنا ان عندها سباين، اوكي يا سيدي، وان انا اوبركيوليت، ان هي بيكون ايه، ما عندهاش غدد. تبقى الطفل بتاع مين، بتاع الشيستوزوما، قال لك بيعمل ايه يعني بقى، عنده سباين، عنده سباين، ما بيحبش يلبس طوى، ان انا اوبركيوليت يا سيدي، تمام. وقلنا برضو يا سيدي ان هي اللارفا ستيج بالنسبه اي تريماتوده ثانيه عندها 5 لارفا ستيج، بينما بالنسبه للشيستوزوما عندي 3 لارفا ستيج، ما عنديش حاجه اسمها ايه، راد يا سيدي، تمام. وقلنا برضو يا سيدي انا عندي الشيستوزوما دي كانت بتتميز برضو بالاس كمان، في حاله اللارفه بتتميز ان هي سيبريتد في التيل، التيل بتاع متفرق شبه ايه، شبه الفرك، شبه الشوكه كده، سيب الشكل ده، بنسميها باي فروكيتد ايه، باي فروكيتد فرك. طب عشان نجمع مع بعض كده، ان هذه الشيستوزوما، الشيستوزوما كان بتتميز ب 6 اس، اول اس سي سبيشال تريماتول، ثاني اس سيبريت في 6، ثالث اس سي ان هي الايج بتاع ويز سباين، رابع اس سي دي، بسم الله الرحمن الرحيم، بس عشان نشوف مع بعض، رابع اس سي بالشكل ده، ان هي عباره عن سيبريت في التيل، خامس اس سي دي، بسم الله تبارك الله، ان هي سكين بنتريشن، بتبدا اللي هو اللي هو موديل في انفكشن بتاعت سكين بنتريشن، بتخترق الجلده، وسادس اس معانا ان المرض بتاعها اسمه سيمر بايب ستيم فايبروس، سيمر بايب ستيم فايبروس، تمام كده، تمام. بينما الفشوله، بسم الله الرحمن الرحيم، الفشوله سي بعمل بسكنها ازاي، عن طريق ان هي شبه ورقه الشجره وموجوده على ورق الشجره، فبالتالي بياكلها الحيوانات، اكلت له ماشي يا سيدي. وقلنا كمان ان هي شبه ورقه الشجره، فبالتالي ورقه الشجره يا سيدي بالشكل ده عندها اللي هو السيفاليك كون، وفي نفس الوقت عندها حاجه اسمها ايه يعني بقى، عندها حاجه اسمها شولدر ابيرنس، ماشي يا سيدي. وبرده ان هي ورقه شجره يا سيدي، صح كده، قلت لي ورقه شجره، يعني معنى كده يا سيدي هي موجوده في ظروف غير مناسبه، فعلشان تحمي نفسها لازم تحوط نفسها بالسيست، اوكي. وقلنا برضو في النسبه للشيتسوزوما، الشيتسوزوما يا سيدي قلنا سوشي، السوشي ده بفكر اكل سوشي، طب اللي هو هذا بسم الله الرحمن الرحيم، ان هو عباره عن هذا الانفكتيف ستيج، هو عباره عن فكره، فكره سيركس، فكره يعني يفكر سيركس ايه، سيركاريا سي، تمام كده. ودي كانت بسم الله الرحمن الرحيم التسكيمات اللي جمعناها، الحمد لله كده خلصنا. تعالى بقى نشوف بقى هتجيب كام من 8 يا سيدي، دلوقتي معانا 8 اسئله، تعالى بقى حل مع نفسك كده ونشوف جبت كام من 8. بسم الله، وقف الفيديو وابدا حل وشوف بقى الاجابات تطلع ايه. بيقول لك ذا انفكتيف ستيج اوف ذا فشوله جيجانتيك يا سيدي، انفكتيف ستيج او فشوله تبقى موجوده على ورق الشجر، انا بفكر معاك انا دلوقتي بحل وبفكر معاك، موجوده على ورق الشجر، تبقى لازم تحمي نفسها، تبقى لازم تكون انسيستد، لازم حواليها سيست، تبقى انسيستمنت سيركل، تمام. تاني حاجه بيقول لك ذا سنيل انترميديت هوست بتاع فشوله جيجانتيك، تبقى جيجانتيك، تبقى ان هو قلنا جوينت يعني حاجه كبيره، يعني عندها سيليا، فبنسميها لامينيا اللي هو عباره عن هذا الكلينيديوسي، او مثلا التسكيمه الثانيه اللي هو جيجي بتحب تكوي اللي هو ايه كي، اوكي. نيجي بقى بقولك بعدها ذا هابيتيت اوف ذا ادلت فشوله يا سيدي، انا عندي بتحب تعيش فين، بتحب تعيش يا سيدي في البايلوري سيستم، تمام يا سيدي، اللي هو ايه، تمام. نيجي بقى ذا دايجنوستيك ستيج اوف ذا فشوله، انا دلوقتي الفشوله دي بقى اللي بشوفه في الاسطول بتاعها علشان ابدا اقول ان هذا الشخص عنده هذه فشوله، بشوف مين، بشوف الايج، تمام. بس احنا قلنا يا سيدي ملحوظة مهمة جدا، ان هذه الايج لازم تكون اللارفا اللي جواها في صورة ايماتيور، ماشي، تمام. فاول حاجة اول ما اشوف ماتيور، لا ماتيور غلط يا سيدي، تمام كده، تمام. بيقول لك ايه رقم ايه، بيقول لك اماتيور ايج يا سيدي، ماشي صح، بس تيرمينال سباين، هل عندها سباين؟ قال لك لا، ده اصلا دي مش تعتبر سبيشال تريماتود، دي اصلا فشوله قلنا في الاول خالص اللي هي جنرال تريماتود، فبالتالي ما عندهاش سباين، تبقى ايه غلط. بيقول لك ان هي اماتيور ايج، ماشي صح، بس الراديات استرايت، هل انا قلت الكلمه دي؟ قال لك لا، فبالتالي دي تعتبر غلط. بس بص سي كده، بيقول لك ان هي اوبركيوليز، قال لك ان عندي البيضه او الطفل بتاع هذه الفشوله بيحب يلبس طواقي، اوبركيوليتد يا سيدي، وفي نفس الوقت بيكون اماتيور، ماشي. نيجي رقم 5، بيقول لك هيباتوس بلينو ميجالي سي، هيباتوس بلينو ميجالي واسايتس،
تبقى حاجه مميزه لمين؟ لسه قايل من شويه فكر كده معايا. شيزوم صح كده شطور، فده بقى شيزوم من سوما. نيجي بقى بيقول لك ذا دراجو في الشويس بتاع الشيزوم، احنا قلنا السوشي بحب اكله فين؟ في البرازيل. طب اللي هو فين؟ برازيل 38. تمام، الهابيتات بتاع مين؟ الشيزوم. نحب الشيزوم بتحب تعيش فين؟ بتحب تعيش يا سيدي في الميزنتري فينوس بلكسس، تبع اللي هو ايه رقم ايه. تمام، انترميديت هوست بتاعت هذه الشيزوم، انترميديت هوست سنيل. تمام، تبقى اول حاجه في الشوكولات ان هو ايه فاضل كله سنيل. تمام يا سيدي، بعدين قلت لك ان شيستوزوما سوشي، سوشي مأكول بحري، فبالتالي لازم تكون تعيش في البحر، فبالتالي ان هو رقم بي. تمام كده، وكده خلاص يا سيدي ان مجدول المراجعه معانا، واتمنى يكون استفدتوا ودعواتكم كتير. يعني اصلا ان هو الفيديو ده وقف معايا مرتين، حصل مشكله انا سجلته مرتين وحصل مشكله، فدعواتكم الزنقه اللي احنا كلنا فيها دي خلاص، وربنا يعدينا منها على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.